السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه تمارين لتكبير الصدر ورفعه بشكل دائري. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا هعرضها عليكم او كمان اللي احنا هنعمله مع بعض ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تكوير منطقه الصدر، وكمان بنفس الوقت هتخلي منطقه الصدر مرفوعه لفوق بشكل دائري. كمان برضو عايز اقول لكم تقريبا انا من 6 ايام او من 7 ايام، يعني من 6 ايام او اسبوع، يعني نزلت الجزء الاول من فيديو تكوير الصدر ورفعه بشكل دائري. الكلام ده زي ما قلت لكم من 6 ايام او من اسبوع، ودلوقتي او الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هيعتبر الجزء الثاني، يعني بس هو مش كماله الفيديو الاولاني. ولكن انا دايما بنصحكم انكم تلتزموا على فيديو واحد لمده اسبوعين او شهر، وبعد المده دي تغيروا التمارين اللي انتم كنتم متعودين عليها بتمارين ثانيه. فعشان كده انا عملت الجزء الثاني اللي انا هوريكم التمارين بتاعته، عشان بس تبقوا فاهمين معايا. وان شاء الله باذن الله كل اسبوع احاول على قد ما اقدر انزل فيديو جديد عن تمارين لتكوير منطقه الصدر ورفعه يعني للاعلى بشكل دائري. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، والتمرين ده هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض وهعرض عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما عن التمرين الاول، ولكن الاستهداف واحد والفايده واحده، والتمرين ده محتاج انكم تركزوا في الحركه بتاعته شويه. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا.
ودلوقتي حارت عليكم وهنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، والتمرين الثالث بيساعد وهيساعد بشكل كبير جدا على تكوير منطقه الصدر ورفعه للاعلى بشكل دائري. والتمرين ده بيعتبر من اكتر التمارين اللي هتخليكم توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها في فتره قصيره جدا. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضو مختلف عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، والتمرين الرابع بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على انكم توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها في فتره قصيره جدا. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا. شو ما احنا بتعبتون دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت على الكومنت تحت، وان شاء الله اكتب عليكم في اقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهاتي جديده، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تشوفوا منها. السلام عليكم.